تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير كالعادة. ممكن ان احنا نعمل سفرة زي ما احنا عايزين، السفرة دي تفيدنا او تضرنا كالعادة. هنعمل مع بعض النهاردة صدور الفراخ روستو مع بطاطا بوريه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، واعتقد ان الاكلة دي بتناسب كل الاعمار، الاطفال وكبار السن. معايا صدور فراخ، معايا بطاطس اتسلقت بالقشرة بعد غسلها جيدا، وبعدين سبناها لما تبرد وشلنا القشرة وهرسناها معانا بالشكل ده كده. ومعانا شوية فليفر من البصل والثوم والبهارات بتاعتنا. استخدامنا للمادة الدهنية النهاردة زيت زيتون، لا سمنة ولا زبدة. المقادير بسيطة وفي متناول الجميع، ولكن التكنيك العالي والخبرة الطهوية بالتأكيد لها ايه حركتها. تعالوا مع بعض نحط معلقتين زيت زيتون في الطاسة اللطيفة دي كده، ونسيبهم يسخنوا شوية. حلوة، ونتبل الفراخ تتبيلة حلوة ونبدأ نتعامل معها. بالشكل كده، ادي صدر حلو كده. ممكن نجيب فراخ سليمة ونخليها عادي يعني اذا ما لقيناش الصدور دي في اي سوبر ماركت، ولكن هي موجودة دلوقتي بكثرة، يعني منها صدور من فخاد، في بتلاقي طبعا دبابيس وهكذا. ادي صدور الفراخ معانا بالشكل ده كده، وأعلمك ازاي تعملي الفراخ روستو. روستو يعني الفراخ بتلاقيها تستوي زي ما هي ويبقى فيها الفليفر والطعم. هناخد التوم الحلو ده كده ونحطه على صدور الفراخ، معانا شوية صويا صوص. الله، طالما حطيت صويا صوص يا أختي ما تحطيش ملح، خلي بالك، حط في الاعتبار صويا صوص بتغنيكي عن الملح. حلوة، شوية زعتر وشوية فلفل. دايما الروستو خلي المساحة مفتوحة والصورة مفتوحة انك تحط اي صلصة انت حباها. ممكن تحط صلصة الجبنة، ممكن تحط كمان صوص الباربيكيو، تحط مايونيز، تحط كاتشب، كترت توابل. طبعا مش هتستطعمي اي صلصة انت بتحطيها. دي معلقة كركم، انا احب دايما الكركم بيدي لون حلو للروستو، سواء بتعملي ديك رومي، بتعملي اوزو صغير اللي هو الخروف الصغير، فلفل اسود كده اهو فريش كده على صدور الفراخ. ونمسك صدور الفراخ دي يا عم الجميل، ليه نقلبها كويس بالخلطه دي كده. ما يمنعش لو في عصره ليمونه حلوه. تقدري تتعاملي مع السمك الفيليه بنفس الطريقه، تتعاملي مع صدور الفراخ بنفس الطريقة زي الفل. هنقلبها كلها مع بعضيها ونتأكد ان الفراخ كلها شربت من الصلصة دي. اهم حاجة ان في طاسة على النار بتسخن. الصدمة النارية هنا بقى للفراخ دي بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بتعمل عملية احتباس للسائل بتاع صدر الفرخة او للسوائل اللي موجودة في حتة اللحمة، تقوم تستفيد منها، ناكلها تبقى طرية وتقطم معاكي كده كأنك بتاكلي فستق. شفت صدر الفرخة اتغير لونه ازاي؟ ما حطيتش ملح، خلي بالك، حطيت صويا صوص. طيب نسويها ازاي بقى؟ هو ده التكنيك العالي. زي ما هي كده، مش نار شديدة، لا بالشكل ده كده. حلو قوي. زي الفل. الصلصه اللي بقيه معايا هنا دي ما ينفعش ارميها، خلي بالك، خليها على جنب. هي دي التركايه بقى، هي دي الخبره الطهويه بقى. هنعمل ايه فيها؟ زي ما هي كده، معانا حله بتغلى على النار، دي معانا كل يوم بناخد شويه شوربه منها. شفت لون الشوربه متغير ازاي؟ طعم هنا، تركايه هنا، بصل، طماطم، كرفس، دي معانا كل يوم، باخد شويه شوربه منها كده واحطهم هنا في قلب الايه الطاسه دي كمان شويه. ما عملتش حاجه انا، بس خلاص. واقلب الحاجه اللي موجوده في الكسروله دي واجهزها. علمتك ازاي تعملي اهوت فراخ روستو بطريقه جديده. دي التوابل دي خلوهم على جنب. هشوف الفراخ وصلت لفين هنا.
انا بس عايزه تاخد لون عشان نبدا ان احنا نغطيها وتستوي على نار هاديه. ايه الاخبار؟ بص على الحلاوه، بص على الجمال، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي. برضه اصبر عليها شويه، الصدمه الناريه اهم حاجه. ايه موضوع الصدمه الناريه اللي بنتكلم عنها دايما والفلاسفه يسالوا ايه موضوع الصدمه؟ هل هي الصدمه دي علشان تجي لها صدمه ونخلص منها؟ ابدا. كلمه صدمه ناريه لازم تكون الطاسه سخنه عندك او الجريلا اللي بتشوي عليها او الحله، علشان لما نعمل الصدمه دي بنعمل احتباس للانسجه بتاعه الفرخه او اللحمه او صدر الفرخه او قطعه الفيليه اللي بنشويها، يقوم نحافظ على السائل اللي موجود جواها، ما تبقاش ناشفه، ما يبقاش بناكل حاجه فيها سفنجه وخلاص وناشفه من جوه. ده مهم جدا. زي الفل. انا مستني بس تاخد لون وبعدين بشيلها بحط من الايه، من الصوص اللي انا مجهزه ده كده. عايزين تشوفوها قبل ما نحط الصوص بتاعنا. بص على الفرخه، شفت اللون ده كده؟ انا حافظ على اللون ده بقى. ما تاخدش لون اكتر من ده صدر الفرخ، بس هو طبعا لسه ما استواش، خلي بالك. شوف ده كمان. حاضر عينيا. الطريقه الصح لعمل الروست. خدت لون ازاي بسرعه؟ ايوه ده. هي دي الفكره كلها. كمان دي، نشوف دي كمان. ونفس النار شغاله. زي الفل لغايه دلوقتي كده. دور الطاسه انتهى في التحمير. هناخد الصوص ده كده. الله، ركز معايا. هو ده. ننزل، ما ننزلش على الفراخ بقى، لا ننزل في جنب كده. ما تسيبيش حاجه في الكسروله اللي بتشتغلي فيها، انت اولى بيهم، خلي بالك. اللي انا بعمله ده لازم تعمليه في مطبخك. التوم ده عايزينه، والفليفر، الصويا صوص، زيت السمسم. ونغطيها بقى وننساها شويه، تشوفي ايه اللي وراكي في المطبخ. ما تقعديش جنبيها بقى وتقولي ايه استوت ما استوتش، هتنتظريها هتحس انك واقفه في المطبخ بقالك ساعتين. انسيها شويه. ونهدي النار عليها شويه بس، خلاص. تعمليها بقى مع طبق مكرونه سباكيتي، ماشي، مكرونه بالوايت صوص، ماشي. جه على بالك تاكلي بيتزا حلوه وتحطيها على وش البيتزا، تبقى كده التوبنج للبيتزا، ماشي. دي كله يعني مع بعض مدرسه. حابه انك انت تعمليها، تسيبها لما تبرد وتقطعها شرايح وتعمليها شرايح توست كده فطار الصبح، يبقى لطيف، ماشي، زي ما انت حابب. معانا صدور فراخ، مخرج ده كان عايز يحط على وشها. ايه الدلع ده؟ لا 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 لا، شوف التفاصيل، السر في الطاسه والمغازي جاب الخلاصه. شوف التفاصيل اللي معانا، خلي بالك. صدر الفرخه هنا بيقول لك فين البطاطا البوريه اللي انت وعدتني بيها. شوف التفاصيل هنا. بص بص بص، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شوف اللون ده، شوف اللون اللي يجوع ده. اللهم صل على النبي. حلو قوي. زي الفل. في طريقتين بقى، مش بتعمليها دايت، مش عايزاها هيلسي، معلقتين حليب مع شويه كريمه لباني بتحطيهم وتغلوه وتقدميها. عايزاها هيلسي زي ما انا بعملها دلوقتي، هتخليها زي ما هي كده، وناخد الصوص اللي باقي من الفراخ ده كده نديله فليفر تاني وتقويم تاني. الكلام ده هنشوفه بعد الفصل زي انتوا حابين. ايه رايك؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الابداع ده؟ انا مش هاجي جنبها، انا هسيبها كده واطلع بقى زي ما هي. تفاصيل صغيره، بنعمل بطاطا بوريه. طبعا انا قلت في البدايه خالص البطاطا دي اتعملت ازاي. طبعا حضراتكم شطار فيها لان كلنا مفطومين عليها، طبيعي، ولما بنكبر في السن بنحبها، سبحان الله، لتنظيم الحياه. ليه بقى؟ سريعه المضغ، سريعه الهضم، تقدر تضيفي كل العناصر الغذائيه اللي انت حباها. يعني اذا احنا عايزين اكله دسمه مع بطاطس زي دي كده، بنحط زبده، بنحط كريمه لباني، بنحط حليب، ده اختياري. طماطمايه، ايوه يا باشا. زودتها لك. حبيبي. حلو، يعني ده اختياري حسب الرغبه. حابه انك انت تحط عليها كرفس، كزبره خضراء، ماشي. هي البطاطس تكون جاهزه عندك بالتفاصيل بتاعتها. حلوه زي الفل كده، تمام. طبعا دي مش محطوط لها لا كريمه ولا زبده، بس بصراحه يعني ما اكذبش عليكم، البطاطس البوريه لو ما خدتش كريمه وزبده وشويه حليب كده وانضربت في الخلاط تبقى تحس ان هي ضعيفه مسكينه.
هناخد صدور الفراخ دي كده. يا حلاوة الله الله. أنا عايز الصوص ده، عايز الصوص ده أعمل بيه شغل جامد أوي. شفت حتة الفراخ دي يا ولد؟ دايبة 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 دايبة. خليها هنا المضرب ده كده. الصوص ده اللي أنا عايزه. هناخد هنا شوية بوكيه جرنيه من اللي موجود عندي بس. خلاص سريع التقليب كده. ده البهريز بقى، ده نتيجة التوم، البصل، البهارات اللي أنا حطيتها، الصويا صوص. شفت القوام ده كده؟ سيبيه يغلي على النار. الريحة بتاعت الصويا صوص ظاهرة مع البخار اللي طالع، لطيفة وجميلة. تتأكد انك انت خدت كل القاع اللي موجود في قلب الطاسه. بالمضرب كده. بالمضرب. دي هتحتاج كمان شويه ايه؟ سائل. بس خلاص التقليبه دي مهمه. من مصروف البيت تشتري مصفه لطيفه كده للحاجات ديت، غير مصفه العصير تبقى موجودة عندك. الصوصات اللطيفة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده. ناخد صدور الفراخ دي بقى نقطعها بشكل حلو كده. الله الله الله. نازلة ازاي؟ لا دلعني بالله عليك، بالله عليك انا عايز اشوف التفاصيل دي. اهو اهو اهو. شوف التفاصيل دي كده اهو. شفت الفراخ؟ طبعا علشان تاخد السلايز اللي انت عايزاه او الشريحه اللي انت عايزاه دي لازم تبرد عشان الماده الجيلاتينيه. ما هو المطبخ ده علم يا اخوانا، المطبخ ده علم. فعلشان تاخدي الشكل اللي انت عايزاه من صدر الفرخه ده كده زي ما بتشوفيه في البوفيهات المفتوحه، ده لازم الماده الجيلاتينيه اللي داخل صدر الفرخه وصدر الديك الرومي تاخد عمليه التبريد. نبدا نقطعها زي ما احنا عايزين. شفت السكينه؟ حلو. تاني. الله يا سلام. ده لو صدر ديك رومي بقى زي ما هي كده. لسه ما خلصتش. حلو قوي الجو ده. ناخد الصوص بتاعنا ده كده. شوف بقى الحلاوه، شوف الجمال. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ قال لك الميه تروي العطشان، الابداع والفن بيروي العقول. هو ده هو ده هو ده. مصفاه بالشكل ده كده بتكون موجوده عندك، تديك التفاصيل دي كلها. جيبي بالشوكه كده وتنزلي. الله. شفت الحلاوه دي؟ لا ده الموضوع هنا محتاج وقفه، محتاج نقول ان المطبخ ده لازم نخش بحب. البهريز ده انا مش عايزه. ده كفايه قوي عليها زي الفل. واشيل ده بديله بس. خلص الكلام. جرنش بتاعي معايا شويه طماطم حلوين زي دول كده زي ما هي، ما تقلقش انا عارف الصوره حلوه عجباك. شفت؟ دي بتاعتك انت. الأولاد الصغيرين لما يشوفوا الحاجات دي على السفرة بتعجبهم. بس خلاص خلي الطماطم كلها. شوية ريحان حلوين، شوية بقدونس، ما عندكيش ريحان زي ما أنت عايز. هتشيل ده من هنا.